نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. قدم محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل إلى قيادة عمليات سرايا السلام في سامراء واجب العزاء باستشهاد كوكبة من مقاتليهم أثناء تصديهم البطولي لتعرض لفلول داعش الإرهابي استهدف قاطع مسؤوليتهم، مؤكدا أن نخوة العراقيين الوطنية أسقطت أخطر مخطط ضد الإنسانية وأسست لمرحلة جديدة من الاستقرار الأمني والمجتمعي. وقرأ المحافظ وقائد سرايا السلام في سامراء الحاج أبو حسن الحلفي وباقي المسؤولين سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، داعين الله عز وجل أن يرحمهم ويلهم أهلهم وذويهم وإخوانهم في السلاح الصبر والسلوان وأن يسكنهم فسيح جناته.